السلام عليكم احبائي وحبيباتي، كيف الحال؟ مزيانين؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ نتمنى من الله تكونوا بالف الف خير. اليوم جيت نشارك معكم بيتزا عاديه وسهله واقتصاديه، كتعجب الكبار والصغار، نتمنى تعجبكم. المهم نبداو على بركه الله. بسم الله، عندي جوج ديال الكيسان ديال الدقيق مغربل، ملعقه ديال الخميره فوريه، ملعقه صغيره ديال الملح ما تكونش عامره، وكذلك الابزار حتى هو، وغادي نضيف السحتر، ملعقه كبيره ديال الخل، واربعه معالق كبار ديال زيت الزيتون. هذا البيتزا، هاد العجينه ديال البيتزا ما عنديش نعمل فيها الزبده ولا البيض ولا الحليب، كتجي هشه غير بالخل وزيت الزيتون، كتجي رطبه وهشه ولذيذه. اتمنىكم حبيباتي تجربوها، اتمنىكم حبيباتي واحبائي يعجبكم الفيديو وتبارطاجيو مع اصحابكم مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم على التشجيع ديالكم. المهم نبقاو على هذا الشكل هذا. من بعد حبيباتي واخواتي غادي نضيف المدافي، عندي هنايا كاس كبير ديال المدافي، غادي نعجن بيدي شويه حتى يتماسك العجين مع بعضه. من بعد ما تماسك العجين مع بعضيتو كيرجع لهذا الشكل هذا، كيرجع رطب، وغادي نضيف له زيت الزيتون من فوق ومن تحت باش ما يلصقليش في الاناء ديالي، وغادي نغطيه ببلاستيك غذائي وغنخليه يرتاح مدة 4 ساعة باش يتضاعف الحجم ديالو يخمر، حيت دابا السخانة يعني دغيا غادي تفاعل الخميرة مع العجين. وغادي نكمل يعني غادي نمشي نعدل الحشوة ديالي باش غادي نعدل فوق العجينة، والفيديو كيوضح كل شي حبيباتي واخواتي، واتمنى يعجبكم الفيديو وتشجعوني وتبارطاجيو مع العائلة ديالكم. المهم غادي بعد ما خمر غادي نعمل، كيرجع لهذا الشكل هذا، غادي نعمل الطحين دقيق باش غادي نطلق العجينة. هنايا غادي ندلك شوية على هذا الشكل هذا، غير شي حاجة وصافي، يعني ما تدلكوهاش بزاف لان عجنتها من قبل. ومهم الفيديو كيوضح كل شي حبيباتي واخواتي.
هانتوما حبيباتي واخواتي، كنبقى على هذا الشكل هذا، كنبقى ندلك بالدلاك حتى كتطلق العجينه، يعني ما تكونش غليطه وما تكونش رقيقه، وغادي نعوطها بيدي يعني من الجوانب باش ترجع على شكل دائري. ومن بعد غادي نجيب الصينيه ديال الفرن وغادي ندهن فيها شي حاجه ديال الزيت، وغادي نعملها في الصينيه ديالي باش غادي نتقبى بالفرشيطه، وغادي ما ندخلهاش للفرن حيت انا يعني اصلا كندخلها للفرن يعني باش طيب نص طياب. الحق هذه المره غادي نعمل ليها الحشوه يعني نيشان، وغادي ندخلها طيب مع بعضيتها، يعني قلت انا نجرب شويه هيدا، وجدت طيبه ومزونه ولذيذه تستحق التجربه. مهم كنبقى على هذا الشكل حتى كنسالي. هنا غادي نضيف صوص طوماط، يعني هاد المكونات اللي عندي كانوا شاطولي من بيتزا تورتيه، قلت علاش ما نعدلش بيتزا عاديه، وهي هذيك الاقتصاد. المهم كنعمل صوص طوماط فوق العجينه ديالي، يعني ما طيبهاش هذا دخل طيب يطيبوا مع بعضيتهم. المهم كنبقى على هذا الشكل حتى كنسالي من صوص طوماط، وغادي نضيف شي حاجه ديال الجبن. من بعد غادي نضيف الكفته اللي عندي مشحره من قبل، وغادي نضيف البصل والفلفل اللي عندي، وصح ترى الزيتون يمكنكم تضيفوا الزيتون، وانا ما كانش عندي موفر، يعني قضيت غير باش داكشي اللي عندي في المنزل ديالي. ونتمنىكم حبيباتي يعجبكم الفيديو، ما تنسونيش ملي لايك وشي تعليق كيف العاده. ومن بعد ملي غادي نسالي غادي ندخلها للفرن على 200 درجه او 300 درجه، وغادي نخليها تطيب صافي، وغادي ساعة نطلل ليها باش نشوفها. مهم في النهاية غادي تشوفوا الشكل النهائي وغادي تعجبكم، جات لذيذة بزاف والعجينة جات رطبة وهشة وصافي، هادشي اللي كاين. هانتوما حبيباتي واخواتي، من بعد ما طابت البيتزا ديالي غادي نقلبها من اتجاه اخر باش تتحمر لي من جهه اخرى شي شويه، وغادي نخرجها. هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي على هذا الشكل هذا لذيذه وفي الشكل زوينه ورطبه وما تشبعش منها. هانتوما حبيباتي، من بعد ما نقطعها غادي نوريكم الشكل ديالها، كتجي مزيونة وروعة ولذيذة والشكل ديالها مزيوان. أتمنى تعجبكم، وبالصحة والراحة حبيباتي، ودمتم في أمان الله وحفظه. مع السلامة.